أول شيء ألف مبروك هلال، الحمد لله على 3 نقاط. نبغى فرقنا صراحة تكتسح في آسيا مع المشروع اللي شايفينه الحمد لله تعالى. تعرف الناس تنتظر لك زلة، أنت شفت المباراة مثلا لو منتخب يخسر تلقى الناس يتكلموا برا فين مشروعكم، تلقى الاتحاد يخسر في كأس العالم عندنا تلقى الناس يتكلموا. فعشان كذا إن شاء الله فرقنا بإذن الله تعالى فريق سعودي واللي يحصل على هذه البطولة، والحمد لله على فوز الهلال اليوم، فوز خارج ملعبك على فريق ايراني بالجمهور الكبير هذا بالظروف المحيطه بثلاثيه، امر ممتاز جدا. اتفق معاك، الشوط الاول شوف كل المباراه تقريبا حتى الطرد الهلال كان في شيء مزعج اليوم. ايش هو؟ كنا نشوف في السنوات الماضيه، ويمكن الهلال ايضا خسر نهائيات اسيا من فرق اقل منه بسبب اللي حقوله الان، والسنه هذه فقط شفناه في هذه المباراه. طول الموسم كانت الهلال بمثاليه، طبعا الهلال دائما مستحوذ دائما مسيطر باسط نفوذه، هذا امر طبيعي للهلال. الهجمات المرتده هي الخطر على الهلال اللي تكلم عنه في السابق كان، وهذا الموسم ما شفناه. هذه المباراه كان مزعج جدا للهلال طوال المباراه حتى الطرد. يعني تذكر معي المباراه الان، الهدف قبل الهدف في انذار كان لمدافعين الهلال تحديدا، كانوا بيلعبوا على خط واحد، كم في هدف اوف سايد، في كرتين ثلاثه اوف سايد حتى سجل الهدف بعدها. كنت اتمنى بخبره اللاعبين، يعني صحيح كوليبالي مش موجود، خبره اللاعبين يعني حسان والبليهي، واحد فيهم متاخر شويه ما تلعب على خط واحد، والاظهره ما شاء الله لعيبه يعني كبار، يعني ياسر وسعود عبد الحميد كلهم لعيبه دوليين. استمر الوضع هذا المزعج للهلال حتى الطرد، بكل امانه حتى الطرد. لو بتسال ايش عمل بين الشوطين خصص، طبعا تحدث على هذا بالتاكيد على الكرات الطويله، هم اعتمدوا على الكرات الطويله خاصه من جهه الظهير الايمن، لاعب اكثر من رائع، لاعب الدولي رضاي الظهير الايمن لابس رقم 9، سجل هدف وعمل كل شيء في المباراه اليوم. حتى تشوف التغيير الان، اتفق مع ابو نايف لما ذكر على تغيير البريك جهه الظهير، طبعا ظهير ايسر جهه الظهير الايمن، ايضا عبد الله الحمدان كان بيميل شويه على الجهه اليسرى. قوه الفريق الايراني في الهجمات المرتده هناك بالتاكيد خيسوس فكر في هذا، والتغييرات كانت على هذا الاساس. طبعا اتكلم على تنويع اللعب، على التحرك بدون كره. الشوط الاول فريق الهلالي كان ما بيتحرك بدون كره بصوره كبيره، حتى سالم ما كان يدخل كثير على العمق. الشوط الثاني سالم بيدخل على العمق كثيرا، شفنا صنع الهدف وكور كثيره يعني، وبيترك الاطراف للاظهره بيطلعوا فيها. شفنا اوفر للبريك رائع لسافيتش اللي ضيعها، طبعا الكره غريبه ضاعت من سافيتش، ايضا هدف مترو من عرضيه من سعود عبد الحميد. كل هذه الامور الرائع في الهلال انه استغل الطرد، في فرق ما تستغل الطرد، الهلال استغل الطرد احسن استغلال. لو تتذكر المباراه منذ الطرد حتى نهايه المباراه تقريبا كل هجمه للهلال خطيره، سجلوا هدفين طبعا، هدف قبل الطرد وهدفين بعد الطرد، واضاعوا الكثير من الفرص بسط نفوذهم. الحمد لله على 3 نقاط، هذا امر مهم جدا على الهلال اذا حيستمر في المباريات القادمه. انا اشك في هذا، في المباريات المتقدمه في الادوار المتقدمه حيرجع كوليبالي لايقاف هذا الخلل الموجود في الفريق الهلالي حتى يرتاح الهلال اكثر ويهاجم براحه اكبر. تعرف الفريق لما تجي هجمات مرتده كثير حينزعج الفريق ككل. لهذا ألف مبروك للهلال، 3 نقاط رائعة خارج الملعب، الجميل أنها خارج الملعب وهو فريق إيراني مش سهل بالظروف المحيطة، والاتحاد في الهلال في الطريق الصحيح آخر